ازيك يا استاذ علي، ايه الاخبار؟ انا دلوقتي هتكلم على الصفحة الشخصية اللي هي اسمها ايه؟ ثواني كده لحظة، اللي اسمها الصفحة الشخصية، يا رب الاقيها بس بسرعة. ايوه، الصفحة الشخصية لصاحب الحساب او مؤدي الخدمة، اللي هي بضغط هنا. طبعا دي الصفحة الرئيسية، هنا انا هنا في الصفحة الرئيسية اهوت، هضغط على الصفحة الشخصية. هتكلم على بعض الملاحظات اللي في الصفحة الشخصية، بس قبل ما اتكلم على الملاحظات اللي في الصفحة الشخصية، كانت في حاجة عاوز برضه انوه عليها، ان انا ما بقدرش احذف خدمة، يعني ما اعرفش احذف خدمة انا ضفتها انا كمستخدم، يعني كصاحب حساب وبأدي خدمات. فالمفترض أنا ممكن أغير الخدمة بتاعتي في أي وقت، ممكن أضيف خدمة جديدة، ممكن أحذف خدمة قديمة، ممكن أخلي الخدمة الفرعية أخليها خدمة رئيسية وهكذا يعني. طب الملاحظة بس اللي كنت عاوز أقولها، لما بدخل على الخدمات هنا، هنا في إضافة خدمة جديدة، تمام. طب انا دلوقتي حبيت احذف بقى خدمة، انا مش عارف هتتحذف منين، يعني انا عاوز احذفها، احذفها منين؟ يعني انا دلوقتي اضفت خدمة الموبايلات دي بتاعتي، انا اهو ضفتها، عاوز بقى احذفها، احذفها ازاي؟ ما مش عارف برضو هل هي موجودة في صفحة، لما بضغط هنا على الصفحة الشخصية وادخل على خدماتي، المفترض تكون هي موجودة في الصفحة دي، المفروض تكون موجودة، بس انا مش عارف هي مش موجودة. فدي بس كملاحظة برضو عاوز اتكلم عليها. في ملاحظة كمان دلوقتي، انا دلوقتي في الصفحة الرئيسية، لو ضفت بوست جديد ايه اللي بيحصل؟ البوست بيجيلي في الاول وتمام، انا عاوز كده وده كده تمام، مفيهوش مشكلة. يعني لو انا ضفت دلوقتي ارفاق صورة، عشان بس انا عايز ابين الحاجة، هشوف كده ايه اللي هيحصل، هضيف اي صورة، اي صورة، اي صورة مثلا دي، او ده بوست يعني على اساس ان هو بوست، هضيف هنا، اديني ضفت البوست، جالي هنا في الاخر البوست، هنا جالي في الاخر، وده كويس، انا عاوز ده تمام، مفيش مشكلة. طيب في مشكلة بقى بتحصل لما باجي ادخل على الصفحة الشخصية وباجي ادخل على بوستاتي، هنا بوستاتي اهو هضغط عليها، او هي اصلا نشطة، ببتدي انزل كده، ده هنا جاي لي هنا من 26 3، بعد كده 30 3، بعد كده 30 3، بعد كده، يعني بيديني الاقدم. ولو نزلت ادي بوست، ده لسه حديث، ده لسه حديث 3 9 اهوت النهارده، وده لسه انا منزله دلوقتي، وده اللي انا لسه عامله دلوقتي قدام حضرتك، عملت له، فهو عملت له رفع، يعني اضفت البوست ده. فالمفترض ان البوست ده يكون فوق، يعني يكون فوق، يكون فوق حتى في الصفحة دي، أنا بتكلم الكلام اللي أنا بقوله ده في الصفحة بتاعت بوستاتي اللي هي في الصفحة الشخصية. يعني يبقى زي إيه؟ أنا هضغط على الصفحة الرئيسية، زي الصفحة الرئيسية، هضغط كده على الصفحة الرئيسية، هنا البوست اللي أنا ضفته هنا جالي هنا في آخر الـ الـ في بداية الصفحة، وهو ده اللي المفروض يحصل، تمام؟ أتمنى تكون النقطة دي وضحت، تمام. طب دلوقتي لو انا في الصفحة الرئيسية، الصفحة الرئيسية هنا، هنا في مكان لإضافة البوست في الصفحة الرئيسية. طيب لو انا دخلت على الصفحة الشخصية، هدخل على الصفحة الشخصية من هنا، جات لي هنا الصفحة الشخصية اهيت، بالشكل ده كده، اللي هي خدماتي وبوستاتي وتواصل القسم، تمام. لو رجعنا للصفحة للشغل القديم، للرسمة القديمة اللي هي دي، اللي هي الوورد، اللي هي النسخة برضو اللي أنا كنت بديلك في البداية خالص، هلاقيها متطابقة معاها تمام، خدماتي بوست وتواصل القسم أو بوستاتي يعني. هلاقي الاختلاف فين؟ إن لو بصيت هنا في الصفحة الشخصية في النموذج القديم، هلاقي هنا حاجة اسمها إضافة بوست، هنا في الحتة دي كده تحت دول كده على طول، يعني المفترض ألاقي فيه في الحتة دي كده إضافة بوست هنا كده في الصفحة الشخصية،
لازم يبقى فيه هنا مكان اعرف اضيف منه بوست يسهل عليا، مش ضروري لما اجي اضيف بوست جديد اطلع على الصفحة الرئيسية واضيف، لا انا عايز يبقى سهل برضه عليا كمستخدم ان انا من خلال صفحتي الشخصية، يعني انا دلوقتي من خلال صفحتي الشخصية اقدر اضيف بوستات. لو رجعت انا دلوقتي للصفحة الرئيسية هلاقي هنا مكان لاضافة البوست هنا اهو، واضافة اللينك والحاجات اللي احنا قلنا عليها تعديلات، يعني المهم يعني ان هنا في مكان لاضافة البوست. انا عايز الكلام ده كله يكون موجود برضو في الصفحة الشخصية. هدخل انا على الصفحة الشخصية هنا اهوت، مش هلاقي الكلام ده خالص، انا مجرد ان انا هلاقي بوستاتي بس، وده مش كفاية. المفروض يحصل ان الصفحة لما ادخل على الصفحة الشخصية هلاقي مكان برضو لاضافة بوست جديد زي الرسمة القديمة اللي كنت باعتها لحضرتك في البداية، اللي هي زي دي كده، ادي خدماتي، بوستاتي، تواصل القسم، وتحتيها اضافة بوست جديد. اتمنى تكون النقطة دي وضحت يعني ان شاء الله. يعني في طبعا ملاحظة سريعة كده، طبعا بينطبق على البوستات دي الشغل اللي هو الصورة لازم تكون دايرة بالمواصفات والكلام يكون واضح وما يكونش فيها مشاهدة المزيد، يعني زي البوست الطبيعي اللي احنا بنشتغل عليه، زي التعديلات اللي اتكلمنا عنها في بداية الشرح في الفيديوهات اللي فاتت، ان تبقى الصورة دي تبقى صورة دايرة وتكون صغيرة بحجم ثابت، مش مرتبطة بحجم الصورة اللي هتترفع على، لان دي هتختلف من شخص للتاني على مستوى كبير، يعني على مستوى الناس، يعني هتختلف كل واحد ليه حجم صورة مختلف، فيكون هنا الحجم ثابت وتكون دائرة، يعني على شكل دايرة ما تكونش على شكل بيضاوي. الكلام هنا التاريخ يكون اصغر من كده، ده طويل قوي كده وحاجة كبيرة، ويكون باهت بالنسبة للتاريخ، يكون باهت بالنسبة لاسم الشخص، يكون باللون التركواز ده عشان ده بقى برضو احنا بيدي برضو حيوية اكتر، ويبقى بارز هنا، يبقى الاسم ده كده بارز ويكون باللون التركواز. الصورة زي ما قلنا تبقى من هنا لهنا، وتبتدي من تحت من هنا كده، ما تبتديش جنبها، والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، يعني عايز بس ايه الحاجات دي انا كنت اتكلمت عنها قبل كده، بس دي طبعا بينطبق على البوستات برضو كل حاجة، يعني على بوستاتي او حتى لما نيجي ندخل بقى على تواصل القسم، ولسه يعني هنتكلم عنها بعدين، بس لما نيجي ندخل في تواصل القسم برضو يبقى نفس الكلام هنا ثابت، يعني اتمنى تكون الفكرة دي واضحة. يعني يبقى ده بالنسبة لصفحة بوستاتي، دي الملاحظات اللي لحد دلوقتي يعني لقيت ان هي ضروري اني اقول لحضرتك عليها. يبقى دي هنا بالنسبة لبوستاتي. بالنسبة لخدماتي زي ما قلت لحضرتك الصفحة اصلا ما بتفتحش لما بضغط على بوستاتي، اهي يعني قصدي على خدماتي، يعني انا دلوقتي هضغط على خدماتي اهو ما مش هتفتح. طيب نيجي بقى على الحاجة التالتة اللي هي هنا، اللي هي تواصل القسم. هضغط على تواصل القسم اشوف ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي ضغطت عليها ما ادانيش اي حاجة، الصفحة بيضة ما فيهاش اي حاجة خالص، وطبعا ده مش مظبوط. المفروض نلاقي حاجات فيها او مكان لاضافة بوستات. هدخل بقى ندخل هنا نشوف الصفحة دي، الصفحة الشخصية، هدخل بس اشوف الصفحة اللي هي صفحة تواصل القسم. لحظة كده معلش، دي اسمها تواصل القسم. هدخل بقى هنا على صفحة تواصل القسم، دي صفحة القسم. المفترض وانا هنا لما بضغط على تواصل القسم هنا المفترض الاقي هنا مكان لاضافة بوست، والبوست اللي هنا مختلف عن البوست اللي موجود هنا، مختلف عن اللي موجود في الصفحة الرئيسية، يعني الصفحة الرئيسية زي يعني الصفحة الرئيسية هيها بتاعت بوستاتي، الاتنين دول واحد، اللي هيتحط بوست هنا في الصفحة الرئيسية هيظهر في الصفحة الرئيسية وهيظهر في بوستاتي لما اجي انا اشوف بوستاتي انا الشخصية، ونفس الفكرة لما اجي احط بوست في بوستاتي هنا الشخصية اللي هي دي هتظهر في الصفحة ايه الرئيسية وتظهر في بوستاتي. يبقى الاتنين دول كده مكانهم يعتبر واحد، يعني مكان واحد لنافذتين، شباكين لحاجة واحدة، لحاجة واحدة، لحجرة واحدة فيها شباكين، تمام. نفس الفكرة بقى هنا هتبقى في تواصل القسم. فتواصل القسم هنا لما اجي اضغط عليها المفترض تظهر لي الحاجات دي، يعني ادي هنا تواصل، ادي هنا صفحة القسم في الرسمة طبعا القديمة.
اللي هنا تواصل اصحاب القسم، هلاقي ايه المفروض؟ لحظة، يعني دلوقتي اهوت انا لما اضغط هنا على تواصل القسم هدخل، المفترض بقى ادخل الاقي ايه؟ الاقي فيه هنا اضافة بوست جديد، بوست جديد هنا. البوست ده هيروح فين؟ في تواصل القسم، في تواصل القسم، يعني تواصل القسم اللي هو القسم. يعني لما اجي اضيف في الصفحة دي، لما اجي اضغط على الصفحة تواصل القسم دي الاقي مكان هنا لاضافة بوست عادي جدا، بس البوست ده مرتبط بالقسم مش مرتبط بالبوستات زي ما وضحت لحضرتك، لان المفترض في قسم، صفحة قسم، وكنت نوهت قبل كده ان في صفحة القسم نفسها مش موجودة، لما قلت لحضرتك عايزها هنا، عايزها هنا، هنا في تظهر هنا فين صفحة القسم نفسها، وجينا دورنا هنا لقيناها دي صفحة القسم اللي هي دي المفترض، اللي هي دي الصفحة دي نفسها مش موجودة عندنا دلوقتي في الموقع، اللي هي صفحة القسم نفسها. لما اجي ادور هنا على الموقع مش بلاقيها، مش موجودة هنا ولا اقدر اوصل لها، مش عارف اوصل لها منين. فالمفترض لما اجي اضغط على تواصل القسم دي تظهر لي هنا الحاجات بتاعت البوستات زي دي بالظبط، اللي هي اضافة بوست، او يعني خلينا بقى نشوف نقول ايه زي دي، يعني بوست، لا مش زي بوستاتي، هتبقى زي الصفحة الرئيسية، يعني اللي هي ايه اضافة بوست زي كده واضافة لينك والحاجات اللي طبعا بالتعديلات اللي احنا متكلمين عنها في الاول، ان احنا نحاول نخلي ارفاق دي مع اضافة لينك الاتنين دول يكونوا في مربع واحد، ما يكونوش بالشكل ده، يكون بسيط، يعني المربع نفسه يكون فيه امكانية ان اقدر اضيف صورة واقدر اضيف لينك، هو نفس المربع بحيث يبقى شكلها بسيط وسيمبل كده وخفيف. الكلام ده عايزه برضو في الصفحة بتاعة تواصل القسم وفي الصفحة بتاعة بوستاتي. يعني دلوقتي هدخل تاني على الصفحة الشخصية، هدخل على تواصل القسم، ادخل هنا، المفترض لما ادخل هنا الاقي فيه هنا الكلام اللي قلت لحضرتك عليه ان انا اقدر اضيف بوست، بس البوست اللي هنا، اللي هنا مرتبط بالقسم، بالقسم مش مرتبط بالصفحة الرئيسية ومش مرتبط ببوستاتي. أرجو النقطة دي، دي نقطة جوهرية، نقطة جوهرية في الموقع، لأن في مكانين، في مكانين صاحب الحساب هيقدر يحط فيهم بوستات مختلفة عن بعض. يعني بمعنى، يعني أنا هنا في تواصل القسم ده اللي هيتواصل مع الناس اللي هم أصحاب المجال بتاعه، يعني أنا في مهنتي الموبايلات او مهنة الطب او مهنة الاعلام، في المهنة بتاعتي لما ادخل مسموح بقى للشخص ان هو لما يدخل يلاقي كل الناس اللي هم في القسم بتاعه بيقدروا يتواصلوا مع بعض بمنتهى السهولة، وبيتكلموا في كلام خاص بالحاجات اللي مرتبطة بتخصصهم وبمجالهم. اما الصفحة ده هنا، ده هنا قسم مغلق ليهم بس، محدش هيقدر يدخل فيهم الا اللي مسجل في القسم. اما الصفحة الرئيسية او بوستاتي هيقدر يحط فيها اللي هو عاوزه، يعني عاوز يسوق منتج، عاوز يعني عاوز يبيع حاجة، يعرض حاجة للبيع، يعرض معلومة كده عامة براحته، هو حر. عاوز يضيف حاجات في يجيبها من القسم ويحطها هنا في بوستاته، هو حر، كل واحد وهو حر. لكن النقطة الأساسية، النقطة الأساسية في الحتة دي إن القسم بتاع الجزء بتاع بوستاتي والجزء بتاع الصفحة الرئيسية ده، في الاتنين دول مكان البوستات اللي أنا بحطها فيها يكون بيروح في ايه، في اوضه واحده او في حجره واحده زي ما قلت لحضرتك، شباكين لحجره واحده. نفس الفكره في القسم، في تواصل القسم هنا المفترض لما بضغط هنا على تواصل القسم تظهر لي الحاجات اللي هنا، اللي هي اضافه بوست هنا بتفاصيلها، وفي نفس الوقت البوست اللي انا هحطه في تواصل القسم هنا المفترض بقى لما يكون موجود هنا في نفس الوقت هيروح للصفحة بتاعة القسم اللي هي المفترض حضرتك هتحطها لي هنا، هتعملها وتحطها لي هنا صفحة القسم نفسها. وفي صفحة القسم برضو لما نفتحها، يعني لما تكون موجودة هنا صفحة القسم، لما ادخل فيها المفترض هيكون فيها مكان للبوستات اللي هنا، اقدر اضيف بوست، والبوست اللي في القسم بيجي برضو في تواصل القسم هنا اوتوماتيك، والعكس صحيح،
يعني لما لو نفترض دلوقتي حضرتك عملت صفحة القسم هنا، المفترض يكون فيها البوست بتاع مكان ان انا احط هنا بوستات فيها هنا كده. المفترض لما بحطه في الصفحة اللي هي المفترض بقى هتكون الصفحة صفحة القسم، المفترض هيظهر في صفحة القسم وهيظهر في نفس الوقت وفي نفس اللحظة في صفحة تواصل القسم الخاصة بالشخص نفسه اللي هي من هنا، اللي انا بقدر اوصلها من الصفحة اللي انا فيها دي، والعكس صحيح برضو. صفحة تواصل القسم لو انا ضفت بوست على صفحة تواصل القسم عادي، ممكن ادخل من هنا تواصل القسم ادخل اضيف، يبقى انا كده اصبحت الدنيا سهلة بالنسبة لي كمستخدم. يعني انا دلوقتي حابب اضيف بوست على القسم عندي، سهلة جدا، هتبقى سهلة بالنسبة لي، هدخل في صفحتي الشخصية واقدر ادخل هنا على تواصل القسم من خلال البوست، من خلال مكان البوست هضيف البوست اللي انا عاوزه، وانا عارف ان البوست اللي هحطه هنا في صفحة تواصل القسم اللي هنا مش هيشوفه، واللي هنا مش هيشوفه اللي في الصفحة الرئيسية او الناس العامة مش هتشوفه. انا عارف ده، انا عايز اعمل ده واوصل الكلام ده هو للناس اللي هم اصحابي في المجال، اللي هم اصحاب مهنتي في المجال بتاعي. لو انا ببيع موبايلات او غيره، يبقى انا عارف ان البوست اللي انا هحطه هنا هيتوجه للناس اللي هم اصدقائي في المجال والمهنة. اما لو انا هحط بوست للناس كلها بقى كتسويق منتج، عايز ابيع موبايلات بقى، يعني انا دلوقتي هنا كنت بتواصل بحاول اشوف ناس اصحابي في المجال بسألهم عن حاجة معينة في الموبايل مثلا على سبيل المثال، هتواصل معاهم واعرف اللي انا عاوزه من خلالهم. البوست اللي انا هحطه هنا مغلق لاصحاب القسم فقط. طيب لو انا بقى حابب ابيع بقى، عايز ابيع بقى او اوصل للناس اللي هو الجمهور العام بقى، الجمهور العام من خلال بوستاتي هنا، هضغط على بوستاتي، اضغط هنا يعني ضغطت اهوت، والمفترض هيكون في هنا بقى مكان البوست زي ما قلت لحضرتك في البدايه. لما احط البوست هنا انا عارف ان هو مختلف عن هنا، اللي هنا بيروح للناس عامة اللي هو أصحاب الصفحة اللي هم أصحاب اللي هم في الصفحة الرئيسية، أي جمهور أي حد، يعني الخطاب هنا موجه للجمهور، أما الخطاب هنا موجه لأصحاب القسم فقط. أتمنى تكون النقطة دي وضحت، لأنها نقطة أساسية جدا، يعني لدرجة إن أنا حاطط في الصفحة اللي هي اللي أنا كنت بعتها لحضرتك الأولانية خالص لو تفتكر، كنت حاطط هنا مربع كده تنويه على صفحة القسم دي، كنت قايل إيه؟ فكرة الموقع قائمة على هذه الصفحة أصلا، يعني النقطة دي في منتهى الأهمية، منتهى الأهمية. أتمنى تكون النقطة وضحت. طيب في حاجة كمان، أنا دلوقتي المفترض الفلتر ده زي ما قلت لحضرتك قبل كده هو روح الموقع، روح الموقع. فدلوقتي لو أنا حابب أعمل مثلا عايز أعمل أستخدم الفلتر، فأنا هعمل إيه؟ دلوقتي أنا في الصفحة الرئيسية مثلا، أنا هرجع للصفحة الرئيسية أهوت، هضغط دلوقتي أنا عاوز أعمل بحث للبوستات. أنا هنا أهوت في الصفحة الرئيسية عايز أعمل بحث للبوستات اللي هي دي، يعني البوستات دي انا عاوز اغيرها، عاوز اجيب فلتر، يعني مش اي بوست كده قدامي، انا عاوز بوستات معينة، فحاجة جايب فلتر معين، هجيب الكترونيا، هجيب لحظة بس ثواني، هو معرفش موبايلات دولة ايجيبت، اجيب المحافظة، معرفش هو بيغيب ليه، هي ملاحظة برضو ممكن حضرتك تاخد بالك منها برضو، انا معرفش هو بيغيب ليه، ممكن يكون النت عندي جايز. اختار ايتال بارود، هختار الاقدم مثلا، الكل هنا اللي هو 10 بوستات يعني او 20، ليكن مثلا 10 مفيش مشكلة. المفترض دلوقتي انا عملت عملية البحث دي،
طبعا انا قلت لحضرتك عايزين نعدل الفلتر ازاي، يعني عايز بمجرد ما اختار الفلتر من هنا الكترونيا تتغير لي النتائج هنا اوتوماتيك، موبايلات تتغير تاني من هنا، تتغير تالت من هنا اللي هي يعني هنا الدولة هنا المحافظة، تيجي متغيرة تجيب لي هنا النتائج على طول، في لما اجي ابص هنا الاقي النتائج اتفلترت لوحدها، وهكذا واكمل بقى لحد تل بارود تيجي متفلترة لوحدها، وبعد كده اشوف من الاقدم او من الاحدث او الاكثر تفاعل او الاعلى تقييم حسب ما انا عاوز تيجي متعدلة لوحدها. فالنقطة دي كنت قلت لحضرتك عليها في تعديل الفلتر، بس النقطة اللي انا عايز اقولها دلوقتي نقطة مختلفة شوية، وهي ان الفلتر انا دلوقتي ان الفلتر مرتبط بالخدمات فقط، وده غلط، المفترض يكون مرتبط بالصفحة اللي انا فيها. يعني انا دلوقتي في صفحة البوستات اخترت الالكترونية موبايلات ايجيبت ايتال بحيرة ايتال بارود الاقدم، انا عاوز الاقدم وعايز اخر 10 نتائج، واجي عامل بحث مثلا او عملت بحث، المفترض تجيلي بوستات، ما جاتليش هنا بوستات، جاتلي هنا صفحة الخدمات، وده غلط مش صح. المفترض يكون الفلتر مرتبط بالصفحة اللي انا فيها، تمام؟ اتمنى تكون الحتة دي وضحت. زائد ان في حتة تانية، ان المفترض الفلتر هنا ما يتصفرش تاني ويرجع كأنه مفيش، كأنه مفيش، ما ينفعش الحتة دي كده ما تنفعش. انا عاوز الفلتر يكون باستمرار حسب الاختيار اللي انا اخترته. يعني لو انا هنا الكترونيا هختار الكترونيا، اختار هنا الموبايلات، اختار هنا الدولة ايا كان بقى اي حاجة اهو، يعني مثلا اي حاجة الفلتر، يعني انا هنا وانا شغال، الفلتر من هنا ما يتغيرش، ما يرجعش يتصفر تاني. يعني لو انا عملت بحث دلوقتي هتطلع لي نتائج، ممكن هنا نتائج عشان اخترت اي دولة، وجا مصفرها لي هنا تاني، انا مش عاوزها كده، انا عاوزها تستنى زي ما هي، بحيث ان انا اسهل عملية الفلتر بالفلتر ده، واروح الموقع اللي هيخليني اعرف ادير الموقع اصلا واعرف استفيد منه. فياريت النقطة دي تكون وصلت، واتمنى تكون وضحت يعني.